ينضم إلي بالاستوديو وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital. وائل أهلا بك. دعنا نبدأ ببريطانيا ونبدأ بتغيير اللهجة اللي الآن تتخذها تيريزا ماي بما يخص مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي. هل نتحدث الآن عن سوفت بريكزيت وماذا يعني ذلك للأسواق؟ طبعا هلا من الواضح انه لازم او من فرض عليه هذا الموضوع، هذا الموقف انفرض على تيريزا ماي فرض بعد الانتخابات اللي طرحتها هي، وكانت عم تراهن على فوز حزبها باغلبيه بالمقاعد وشعبيتها، كانت عم تراهن على شعبيتها بشكل او باخر. ولكن يعني الاسواق صدمت بهذه النتائج، كانت عم تسعر من قبل الانتخابات، كانت عم تسعر الأغلبية للمحافظين، والمضي قدما بموضوع الهارد بريكزيت اللي كانت موضوع مخططه، وكانت الأسواق سعرت هذا الموضوع بشكل كبير. الآن الموضوع أكثر ضبابية والارتباك موجود في الأسواق، يعني لا يعلمون أنه ما هو السوفت بريكزيت، يعني مثل ما هو معلوم الهارد بريكزيت. الآن الأسواق عرفت شو هو الهارد بريكزيت بعد ما تم الشرح وبعض النقاط توضحت. الآن الحديث عن يعني الأمور الأخرى اللي أنه ما كانت بالحسبان بالنسبة للأسواق. طبعا عليها أن على تيريزا ماي الآن أن يقوم ب، طبعا تعرفي أنه راح يكون هناك في تحالفات ضمن البرلمان لمساعدتها بتمرير قراراتها اللي من الصعب على ما يبدو أنه راح تكون. وين بتشوفوا ستانلي بيتحرك؟ اليوم شفنا فيه بعد الانفراج بيرتفع ب 13 كما ذكرنا، بيتداول فوق ال 21.90 عند اجتماع بنك انجلترا قادم. صح، بنك انجلترا اجتماع يوم الخميس. هناك يعني طبعا لا ما في اي تنبؤات باي تغيير ممكن يكون يطرا على السياسه النقديه لبنك انجلترا. طبعا كمان البنك الانجليزي، يعني يجب التنويه، ايضا بنك انجلترا وضع مثل ما وضع المستثمرين بضبابية، كمان هو الآن أمام ضبابية ومشهد يعني غير معروف. الاسترلين عليه ضغط واضح بالمغامرات، طبعا الحكومات البريطانية دائما هو موضوع الضغط، راح يكون عليه ضغط على 25-60 إذا ما تم كسر حاجز 26-30. والمزيد يمكن من التأجيل بما يخص ممكن المفاوضات. نحن نظرتنا سلبية بالنسبة للسترلين من على المدى المتوسط والبعيد إذا ما تم يعني هذا الموضوع. أي توقعات، أي مفاجآت بما يخص اجتماع المركز الياباني؟ المركز الياباني يعني سياسة الانتظار والمشاهدة هي السياسة الطاغية على موضوع المركز الياباني. الآن هو عم يستفيد كان بالفترة الماضية من تراجع الين الياباني، ولكن بانتظار يعني هو اكثر عم يترقب بالنسبه لبيانات الفدرالي الامريكي والسياسه المرتقبه من الفدرالي الامريكي اكثر ما هو عم يتحرك بالنسبه للبيانات الاقتصاديه اليابانيه. راجعتوا توقعاتكم لاسعار النفط؟ احنا شفنا ترند تنازلي ثلاث اسابيع على التوالي واحنا بنتراجع، اسعار النفط لا تنجح باختراق مستويات معينه حتى ال $50 لم نراها منذ فتره، برنت 48 ولايت كرود عند 46، اين ترون اسعار النفط خلال الفتره القادمه؟ لكن بالنسبه لاسعار النفط الاسبوع الماضي كان في يعني بدايه الاسبوع كان في تحسن بعد التصريحات اللي اتت من جانب السعودي، من وزير الطاقه السعودي السيد الفالح ووزير الطاقة الروسي أيضا، يعني كان هناك في توقعات أنه راح يكون المخزونات النفط راح تتراجع خلال الثلاث أشهر أو الأربع أشهر القادمة. هذا السوق يعني تفائل شوي الأسواق بهذا الموضوع، ولكن الآن التحدي الأكبر بالنسبة لأسعار النفط هو بالفعل الأساسيات اللي عم ترجع دائما عم تنصدم فيها بالنسبة للمخزونات وبالنسبة للإنتاج الأمريكي اللي عم يتزايد بشكل يعني منصات الحفر اللي تزايدت على الأسبوع الـ 21 على التوالي. يعني عم نشوفها بأعلى مستوياتها من أبريل 2015. هذا طبعا رح يضل عم يضغط على الأسواق بالفترة القادمة. طبعا مستويات فوق الـ 50 دائما كانت مرضية لجميع الأطراف، يعني من 55 لل 50 المرضي هو فوق الـ 60. يعني هلا الـ 55 هو سعر يعني قد يكون لجميع الأطراف ممكن عم يتطلعوا على الأسعار في المدى القصير على الأقل. وائل حماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital، شكرا جزيلا لك. شكرا.